السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. لعلك لاحظت بطبيعة الحال بما أنك مستخدم لهواتف آيفون أو آيباد أو آيبود اللغة العربية المعكوسة في نظام iOS 9، ولقد تحدثت عن هذه اللغة في حلقة سابقة بالتفصيل، وذكرت أنه في حال أطلق جيلبريك سيتم إطلاق أداة لتصليح اللغة العربية، وكان ذلك يعني فيديو فور إطلاق الجزء. إذا أصدر له جيلبريك فربما، وأنا متأكد أنها ستصدر أداة تجعل اللغة العربية مثل ما كانت في حال أصدر جيلبريك لنظام iOS 9، أو بالطبع تم إطلاق أداة وسأشرحها لكم في هذه الفيديو. من اللغة العربية مثل ما كانت في السابق في iOS 8، لن نكذب عليكم، الأداة يعني وظيفتها ليست بكفاءة اللغة العربية في السابق في نظام iOS 8، ولكن لا بأس بها في حال كنت يعني لازالت تزعجك اللغة العربية المعكوسة إلى حد الآن. لا تتعد كثيرا، نبقى معي، نمر إلى شرح مباشرة لأريكم الأداة المتوافقة مع جيلبريك iOS 9 و iOS 9.0.2 بطبيعة الحال، وأريكم طريقة عملها. ابقوا معي. إذا المشاهد الكريم، لاحظ معي هاتفي يشتغل باللغة العربية كما ترى أمامك، وفي اللغة العربية في نظام iOS 9 بدل من سنتر الخاص بي وكأنه باللغة الإنجليزية. كذلك إذا دخلت إلى الإعدادات ستجد أيضا الخيارات الواي فاي، البلوتوث، خلوي وغير ذلك من الأقسام والأشياء التي ترى أمامك. فبدلا من كانت من الجهة اليمنى الآن أصبحت من الجهة اليسرى وكأنها باللغة الإنجليزية، يعني رائعة للغاية. أيضا في الهاتف إذا دخلت إلى الهاتف ستجد أن الأسماء أصبحت من الجهة اليسرى كما في iOS 8. كل التطبيقات أي شيء كان باللغة العربية يأتي من الجهة اليمنى، الآن أصبح يأتي من الجهة اليسرى كما في السابق. السيتيوس بار فقط في الأعلى، البطارية لازالت في مكانها، أيضا التغطية لازالت في مكانها. لا أدري لماذا لم يتم إصلاح هذه المشكلة، وفي انتظار أن يتم إطلاق تحديث حتى تتوافق هذه الأداة مع الهاتف بالكامل، يتم إرجاع السيتيوس بار والبطارية إلى مكانهما وتعديل الهاتف بالكامل. فقط باستخدام أداة Disable RTL نقوم بالدخول إلى السيديا والبحث عن هذه الأداة كما ترى أمامك، Disable RTL من هذا السورس الذي ترى أمامك، يعني موجودة في السيديا، والسورس يأتي مع السيديا من البداية. كما ترى أمامك هنا في وصف الأداة مكتوب إن It works only inside apps، يعني تشتغل فقط داخل التطبيقات، في أمل أن يتم تحديد هذه الأداة الرائعة التي يعني تجعلك تستمتع باللغة العربية بالكامل. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه طريقة وهذه الحلقة قد نالت إعجابكم. رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل لي بالنقر على زر لايك، وكذلك سبسكرايب. زر سبسكرايب يضل الآن أسفل الفيديو على يميني، قم بالنقر عليه للتوصل بجديد حلقات شبه يومية على مدونة العالم الافتراضي. كذلك لا تنسى الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك ومتابعتي على تويتر. لا تنسى كذلك زيارة المدونة أو الموقع الرسمي للمدونة th3bw.com. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان.